السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حكم بيع الكلاب ده إن شاء الله بإذن الله يكون موضوع حلقتنا النهاردة، وده بناء على تساؤلات كتير وصلتنا، فحبينا نفرد لها حلقة خاصة علشان يكون الحل مفصل بفضل الله تبارك وتعالى. حكم بيع الكلاب، حكم تربية الكلاب، حكم ثمن الكلاب، حكم اقتناء الكلاب، هل حلال هل حرام؟ طيب رأي الشرعي بالظبط، هل في فرق بين كلاب الحراسة وكلاب الصيد؟ هل في فرق بين اقتناء الكلاب للتجارة واقتناء الكلاب لمجرد التربية وبس؟ ده ان شاء الله هنحاول نلم الموضوع ده كله في الفيديو ده. صدقوني انا تعبت في الفيديو ده جدا من حيث التحضير، ما تبخلوش علينا بلايك وشير عشان نقدر نكمل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بفضل الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كتيرة جدا، الإنسان، الحيوان، الجن، الطير، في منهم اللي فيه بيكون بينه وبين الإنسان تعاون، ألفة في الحياة، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا ووضع لنا دستور. بنرجع للدستور ده لما وقت بيكون في أمر معين في حيرة، فبنرجع بنشوف رأي الشرع ايه في الموضوع ده. الإسلام نظم كل أمر من أمور حياتنا بشكل دقيق ومنظم، لو احنا امتثلنا للأوامر دي هتعود علينا في الدنيا بالراحة وفي الآخرة بالجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ضمن الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى نظم العلاقة بيننا وبينهم عالم الحيوان بشكل عام، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم تحديدا عن الكلاب أعزكم الله. طيب لو اتفقنا ان الشريعة الإسلامية، تعالوا نتفق مبدئيا ان في حيوانات كثيرة موجودة وحصل بينها وبين الإنسان ما يسمى بالاستئناس، ما يسمى بالألفة، ما يسمى بالترويض، وبذلك بنشوفها عايشة معانا في حياتنا اليومية. وسبحان الله الإسلام حرم بيع وأكل وشراء أنواع معينة من الحيوانات، ولكنه أتاح في المجمل باقي الحيوانات. أولا حكم بيع الكلاب، انقسم الفقهاء في النقطة دي إلى ثلاث آراء. الرأي الأول بيقول هو جواز بيع الكلاب مطلقا، وأيد الرأي ده علماء من المذهب الحنفي ومن المذهب المالكي، فأجازوا بيع الكلاب بدون شرط أو قيد، واستدلوا على ذلك القول إن الكلاب مثلها مثل باقي الحيوانات، يجوز بيعها وشرائها، كما أنه يعتبر مال منقول فيجوز لصاحبه الانتفاع به من خلال بيعه وشرائه، كما ورد قول لأبي يوسف. أبو يوسف ده يا جماعة من كبار فقهاء المذهب الحنفي، بمنع بيع الكلب العقور تحديدا. الكلب ده يا جماعة اللي هو بلغتنا احنا كده الكلب المسعور، او الكلب اللي بيسبب اذى ومشاكل للانسان. الرأي الثاني حرم بيع الكلاب مطلقا، وأيد هذا الرأي فقهاء الشافعية والحنابلة، قالوا الى القول بجواز عدم بيع الكلاب على الاطلاق، واستدل الشافعية والحنابلة بما رواه عقبة ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن ده يا جماعة اللي هي الأجرة، أو اللي هي الفلوس، أو اللي هو المقابل اللي بياخده الدجال أو المشعوذ مقابل الأعمال اللي هو بيعملها. الرأي الثالث وهو التفصيل بين حكم بيع الكلاب بين الحرمة وبين الجواز. طيب السؤال المهم دلوقتي، هل معنى كده اللي احنا نبتعد نهائيا عن استخدام الكلاب تحت أي مسمى ولأي سبب؟ الذي عليه قول الفقهاء إنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة ملحة ضرورية، وحددوا أسباب معينة من خلالها نقدر نقتني الكلاب، منها على سبيل المثال الكلب المستخدم للحراسة. الكلب المستخدم للحراسة، الكلب ده لو جبنا، لو عندنا أملاك، لو عندنا منزل،
لو عندنا مزرعة مثلا وعاوزين كلب يحرسها، أجاز بعض العلماء اقتناء الكلب لهذا السبب. رقم 2، الكلب المستخدم لحراسة المواشي والأغنام والأبقار والإبل، واللي كمان بيكون من الدرجة الأولى وظيفته هي الحماية وفقط، الحماية وفقط. رقم 3، الكلب المعلم. الكلب المعلم يعني ايه يا جماعة؟ هو الكلب المستخدم للصيد، وظيفته تحديدا الاتيان بما يصطاده الصياد. حضرتك لو في مكان واسع ومهنتك هي الصيد، حضرتك بتسمي الله اولا، بتسمي الله اولا وبتبدأ عملية الصيد، واللي انت هتصطاده الكلب بيروح يجيبه. لو المسافة بينك وبين الحاجة دي بعيدة، الكلب بيروح يجيبه. طيب العلماء جابوا الكلام ده منين؟ العلماء حددوا الأسباب دي بناء على حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. يعني لو حد عنده كلب، الكلب ده لو مهوش كلب صيد، لو مهوش كلب حراسة، لو مهوش كلب ماشية، ماشية اللي هو بيحرس الإبل والأغنام بتاعت حضرتك، ينتقص من أجره كل يوم قيراط. واستكمالا للآراء المؤيدة لحرمة بيع الكلاب، صدر فتوى من المركز العالمي للأزهر الشريف تقول، نص الفتوى بيقول إنه لا يجوز بيع الكلاب إلا أن يكون كلب صيد أو ماشية أو حراسة. وجمهور أهل العلم أكد حرمة تعاطي ثمن الكلب مطلقا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك. يعني يا جماعة، هم حددوا كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب حراسة الإبل والماشية، ولكن ثمن الكلب نفسه، ثمن الكلب نفسه جمهور العلماء أكد حرمة تعاطي ثمن الكلب مطلقا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك. طيب تعالوا كده نذكر بعض الآراء وبعض الأحكام المتعلقة بالكلاب أعزكم الله. وقال هي: هل الكلاب نجسة؟ هل الكلاب نجسة؟ اختلف العلماء في نجاسة الكلب، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن جزء من الكلب نجس، فيما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه فهي نجسة. يعني علماء المذهب الشافعي قالوا ان الكلب كله، كل الكلب نجس، ولكن علماء المذهب الحنفي قالوا ان الكلب كله طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه فهي نجسة. تمام كده يا جماعة. حاجة تانية وممكن سؤال يخطر على بال حضراتكم، هو حكم مس الكلاب باليد وحكم مسها للأواني. ايه الحكم الشرعي لو حضرتك لمست الكلب، وايه الحكم الشرعي لو الكلب نفسه لمس الإناء؟ اولا حكم لمس الكلاب، انا هتكلم يا جماعة هقول نص الفتوى بالظبط او نص الحكم بالظبط علشان يقدر يوصل لحضراتكم، ودي امانة الاحكام الفقهية تقال بالنص، تقال بالنص. نقول بفضل الله: إن كان مسه بدون رطوبته فإنه لا ينجس اليد، لا فإنه لا ينجس اليد، وهذا ما ذهب له المذهب المالكي. وإن كان مسه برطوبته فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد 7 مرات إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. طيب يعني إيه كلمة رطوبته دي يا جماعة؟ إيه كلمة رطوبته؟ معناها 3 حاجات: الريق أو اللعاب أو العرق. يعني حضرتك لو لمست الكلب جسمه، جسمه العلماء قالوا إن هذا لا ينجس، هذا لا ينجس، ولكن لو حضرتك لمست لعابه أو عرقه أو ريقه هنا يقع حكم نجاسة الكلب، ولازم حضرتك تغسل المكان ده 7 مرات أولهن بالتراب. طيب إيه حكم لمس الكلاب للأواني؟ لمس الكلاب للأواني، قال صلى الله عليه وسلم:
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى. الأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى. وسبحان الله، كنت قرأت بحث من فترة طويلة إن لعاب الكلب ما به من جراثيم وميكروبات. يعني سبحان الله، أجرم كل وسائل التنظيف، وسائل اللي بيحاولوا يقضوا بها الميكروبات، ولكن سبحان الله لم يجدوا سوى التراب قضى نهائيا عن كل ما في لعاب الكلب من فيروسات وميكروبات. وهذا من الإعجاز العلمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة في كل اللي احنا قلناه، إنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للصيد أو الحراسة أو حراسة الماشية. رقم 2، ثمن الكلب لا يجوز، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء. رقم 3، حكم لمس الكلب للأواني، غسله 7 مرات أولهن بالتراب. تمام كده يا جماعة، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.